أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتعرف على موضوعات الأسبوع السادس. فأهلا وسهلا بكم أحبائي الطلبة. بداية عزيزي الطالب، أذكر أهداف المتوقع تحقيقها في هذا الأسبوع. أن يميز الطالب بين النكرة والمعرفة، ويتعرف الإثبات والنفي، ويتعرف أسماء الإشارة. ينقسم الاسم من حيث الدلالة على المسمى إلى قسمين، نكرة ومعرفة. النكرة هي الاسم الذي يدل على مسمى عام، مثل رجل، امرأة، دولة، وتمتاز بأنها تقبل دخول الألف واللام عليها. رجل، الرجل. كتاب، الكتاب. المعرفة هي الاسم الذي يدل على مسمى معين وتشمل الاسم العلم، مثل محمد، هند، مكة، مصر. الضمير مثل أنا، أنت، هو وغيرها من الضمائر. اسم الإشارة هذا، هذه، وهؤلاء وغيرها من أسماء الإشارة. الاسم الموصول التي، التي، من وغيرها من الأسماء الموصولة. الاسم المسبوق بأداة التعريف مثل الغلام، الطالب، العلم. الاسم المضاف إلى اسم معرف مثل كتب زيد، كتابك، كتاب النحو. لتعريف الاسم المنكر ندخل عليه أداة التعريف ال، مثل مطار، المطار، أو نضيفه إلى اسم معرف مثل سيارة، سيارتي، سيارة خالد. ثم عزيزي الطالب سوف نتعرف على أدوات النفي والإثبات والنفي في اللغة العربية، ونميز بينهما، ثم نجيب عن العديد عن الأنشطة التابعة لهذه القاعدة. وبعد ذلك عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى أسماء الإشارة. أسماء الإشارة كلمات تستخدم لتعيين الأشياء بالإشارة إليها. تنقسم أسماء الإشارة إلى أسماء يشار بها إلى الأشياء القريبة، وأسماء يشار بها إلى الأشياء البعيدة. مثال على ذلك: هذا قلم، وذلك كتاب. هذا اسم إشارة يشير إلى قلم قريب من المتكلم. ذلك اسم إشارة يشير إلى كتاب بعيد من المتكلم. تختلف أسماء الإشارة بحسب نوع وعدد الاسم الذي تشير إليه. وأسماء الإشارة الأكثر استعمالاً هي هذا، هذه، هذان، هذين، هاتان، هاتين، هؤلاء. للقريب والبعيد: ذاك، ذلك، أولئك. ثم عزيزي الطالب سوف نجيب عن العديد من الأنشطة التابعة لهذه القاعدة والموجودة في كتاب التطبيقات رقم 1. وفي هذا الأسبوع أيضا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى كتابة فقرة تمليها عليك المعلمة، مراعيا فيها القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا، كهمزتي الوصل والقطع، وألف تلفظ ولا تكتب. لذلك عزيزي الطالب عليك دائما التدرب جيدا على كتابة كلمات حتى لا تقع في الأخطاء عند كتابتها. وأيضا عزيزي الطالب سوف نتطرق في هذا الأسبوع إلى قراءة درس بعنوان حكاية نهر. وبعد القراءة الجهرية سوف نتطرق إلى الحديث عن عناصر القصة، ونحلل عناصر القصة حسب هذا الدرس إلى زمان ومكان والشخصيات والعقدة والحل والتقنيات المستخدمة في هذا النص. كما أنه عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى اختبار قصير حول المعرفة والنكرة. سوف نقوم بداية بالإجابة عن ورقة عمل تابعة للقاعدة النكرة والمعرفة، وفي نهاية الحصة سوف نقوم بإجراء اختبار قصير حول هذه القاعدة. لذلك عزيزي الطالب عليك دائما مراجعة القواعد النحوية التي تتطرق إليها والتي تم التطرق إليها أيضا سابقا عزيزي، حتى تكون مستعدا دائما في الحصة الصفية. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.